لازم تكون ناصح عشان تعرف تشتغل. يعني هنا مثلا زي ما انتم شايفين الفكرة دي جات لي لما ملقتش الرينك اللي بيتحط عليها الحديد، وانا كنت عايز اعمل سكويتس، فقلت اعمل ايه، قلت اجيب الحديد اللي انتم شايفين ده واحطه عليه، بس ده خطأ في اي حد يعملها يعني عشوائي كده. انا بعد اكتر من مرة عشان كده نفعت، بس فزي ما انتم شايفين كده بعملها على الحديد وبعمل سكوات. وشوفوا انتوا بقى لو تيجوا تعملوا معانا سكوات، وياريت بس لو هتعملوا حاجة زي كده تاخدوا بالكوا عشان ما تعرضوش نفسكم. استنوا الفيديو كامل هيبقى قريب هينزل على اليوتيوب على الشانل، ياريت تعملوا سبسكرايب عشان الفيديو كله ينزل تشوفوه. الفيديو هيبقى مهم اوي لأي حد لسه بادئ الجيم، اي بيجنر الفيديو ده مهم لي، وهنقول اشمعنى بدأنا برجلين. بس كان ملحوظ صغير، احنا بدأنا برجلين عشان الرجلين دي ناس كتير اوي مش بتركز فيها، عشان البطانيات دايما بتكون مغطية رجلين فالناس كلها مش بتركز فيها. بس اتفرجوا على الفيديو كله عشان تعرفوا المين بوينتس التانية اللي احنا بنتكلم فيها. هنا انا تعبت زي ما انتوا شفتوا، هل شفتوني رجعت الاوزان وقلت كده كفاية؟ لا، عملت حاجة اسمها هاف سكوات. يعني ايه فايدة الهاف سكوات دي؟ لما متقدرش تعمل فول سكوات عشان جسمك وجعك، تعمل هاف سكوات زي ما انت شايفين كده، تقعد على الكرسي وتقوم تاني.